السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم يا شباب؟ رجعنا لكم من بعد غياب معكم أسبوع صالي غايب عنكم. المهم كيفكم؟ شو أخباركم؟ اليوم هذا الفيديو بس هيك حاب أطمن عليكم، وإن شاء الله خلال هذا الأسبوع هنبلش نرجع للقناة. مو كل يوم فيديو، يوم إيه يوم لا، إن شاء الله رح نسوي لكم فيديوهات تمام. فلذلك في المدينة النسيان شو كنت عم بعمل، انا ما اتذكر انه كنت لازم انادح على هذا، يمكن لا مدهول خالص ما بتذكرش كنت عم بعمل، فراح احاول اتذكر ونشوف ايش كنا عم نسوي. المهم طمنونا عليكم، شو اخباركم؟ ليش ما عم نشوف تعليقاتكم؟ ليه ما عم نشوفكم؟ شو عم تحكوا وش عم بتساووا؟ هاي ليش واقفة هون؟ ايش كنت عم بسوي انا هون؟ الله نسيت. هلا اول شيء خلينا نشيك على الاراضي ايش في عندي، يعني السيارات الوقفه بالاراضي هي التوحيده ايش بدي اعمل. حلو، معناته ما عندي شيء. منشيك على العقود، حاليا ما عندنا شيء. هلا تذكرت ايش كنا نسوي، بدنا نشتغل بالحيوانات، نبلش نامن لهم احتياجاتهم، نجار حيوانات. منشيك على الوضع، هذول الاكل عندهم كتير سيء يا ويلو. الحصن بدهم بس شوي من هاد مع شوي، المهم نحاول من امن لهم اياه. طبعا هذا مو مهم لانه بالاساس انا مركب عامل يعني بياخذ مني 300 دولار باليوم. تمام، حلو. ايش في عندنا كمان؟ بس نعمل لهم شويه اكل. طيب تمام، ما عندنا غير هذول اثنين. تمام، طيب هلا خلينا نشيل روع البقر. البقر بدهم جريس وبدهم هايد وبدهم شويه شغلات، واتوقع انه انا كنت وقتها اشتغلت بهي تذكرت بشان هون انا كنت عم بلم جريس. هلا يشان ايش هاي الاسد دوب ما في شيء. يمكن حتى شوفوا شلون مفضي لهم، انا كنت عم بشتغل معهم. طيب هلا بدنا اول شيء نامن لهم هذا اللي بيجي بينخلط خلط. بدنا هذا اللي بينخلط بيجي لونه يعني شو نقول لكم، يعني الجريس نفسه بيلف بهذيك الماكينه وبينترك يومين لحتى بيصير. لكن وين هذيك؟ هذوك مثل هذوليك تماما، لكن ما في. خليني اخذ ماكينه لم العشب اللي هي هاي ونشتغل فيها. والعشب ما طلع لهلا ولا شكله ناوي يطلع يا معلم. انا انتم نبلش نشتغل بهذا القصر، بس كنت وقتها كمان اقدر امشي وراها هذيك اللي بتلم. ايوه صح. طيب خليني اول شيء اوقفه هيك، نجيب هذاك. ايش رايكم بنلموا عشب بس؟ يب، نلم عشب بعدين بنسوي له طبيلي. هلا اول شيء هون لازم ارجع هاي لورا اشغلها تمام، وبعدين بقول له الحقني. هلا بنتعلم شلون نخليه يلحقني ويلم العشب. ثم يا باشا خلينا نتاكد انه لم بلش. نعم تمام. طيب حلو. لو شو في فكرة ثالثة ممكن نعملها، انه في حال ما تعبت السيارة بشكل اوتوماتيكي يبلش يشتغل بهديك، بس هديك بدنا نجيب عامل ونركبه بسيارة ونقول له افتول وراها. ايش رايكم بنسويها ولا بلا؟ والله انا بشوف بالوقت الحالي مو ضروري، اتركها شوي نرجعها شوي وبعدين نفضل نسويها. هو اساسا لازم انا ما اكو سفرين كتير وهيك الف محلي كتير، لانه هذا الشيء بينعكس سلبا على التراكتور اللي ماشي على مهله. شايفين شلون عكز؟ فلازم انا بحاول انه اضل ماشي على الحد وعلى مهلي. مو بقى شلون انا مر انا هون من هون. يلا بتخلص؟ خلصت والله. يلا يا باشا اجل شوي، ممكن تعجل لنا معلم شوي. هو اتوقع انه راح يفقدني هاللق، فخليني اوقف شوي استنى بما يجي وراي بنكمل الطريق. حلو، هي هلا هون في طريقنا مسكر علينا. شلون بدنا نلف عليها؟ نلف من هالطرف. حلو، هذول حتى هذا ما شال كل شيء. طيب بنحاول بنمر فوقه مرة ثانية، يعني يمر عليه مرة ثانية ولا حاله. شفت شلون تو انكسرت الديركسيون الزيادة، ترك بالارض تركه ما اقدر اشيله لانه هذا الشيء ما اقدر يدوزن مع المشية. المهم وين فيها؟ هلا احكوا لنا ايش بدنا نعمل بالفيديوهات الجاية. يعني هلا بهذا الفيديو راح نخلص البقرة ان شاء الله، يعني حتى لو ما خلصتوا ماشي اترك لكم اياه بعدين، يعني شغلته بسيطه البقر والغنم والحيوانات هي بشكل عام. فلذلك اعطونا هيك افكار جديده نعملها. وطبعا اللعبه باللعبه اللي راح تنزل ان شاء الله من النسخه المتطوره تبعتها او شلون اقول لكم شلون الابديت تبعها. المهم راح تنزل بديسمبر هي 22،
اشتريتها تمام. فبدنا همتكم وافكار حتى ادونها ونسوي منها فيديوهات كتير مشان ما اضل كل يوم اسالكم شو بدنا نعمل شو بدنا نعمل، فهمتوا علي؟ فانا حاطط شي 20 30 فيديو تقريبا، نشرح عن اللعبه، نحكي عليها ايش الشغلات المطلوبه اللي لازم احنا نستخدمها ايش نسويها. بس ولكن محتاج كمان منكم انه انتم تكتبوا اكثر، يعني تشرحون اكثر او يعني شو رايكم اياها، يعني بتشوفوا انتم شو الشيء المطلوب تكتبوا لي تحت بالتعليقات تمام. بس هذا الشيء بدنا نعمله او ان شاء الله يعني هذا المطلوب منكم تعملوه او تساعدونا بعمله، يعني مو تعملوه ما هو واجب يوم واجب يوم بالمدرسه. صحيح رجعتوا على المدرسه، صحيح اليوم اول يوم دوام، شلونكم شو اخبار الدوام معكم؟ والله فاذا انا بدي ارجع على المدرسه ما برجعوني على المدرسه ما بعرف، بس بقول انه في رجعه بس ما اظن انه انا برجع على المدرسه لانه انا وضعي مختلف شوي. المهم من فيه لما بدي ارجع بجيب الطبالي، ابلش اسوي الطبالي ولفهم بالسلوفان احسن. كان تفريغ نسيان وين كان؟ طيب ما اتفرغ هيك ممكن شو ممكن شو ممكن شو ممكن. هاي كنترول اي طبعا مثل ما نكون شايفين تحت بلش يعطيني شغلة من تحت صار توصلي وصينا نحن والتركتور طبعنا. الله دايما ليم دايما ليم. خليني اصفي هون اول شيء، دخل المدحلة الكبيرة هاي، وفي شغلة هذا تتركب من ورا بشان تساعدك بالدحل اكثر، مي مطلوبة يعني. عندي لحاول التركتور بكفي وزيادة. ونحن نفتح هاي مشان نشوف شو قد النسبة صارت. 71 73 صارت، وفوق مكتوب مثل الحباية والله ما بعرف شو كيت الطاق 123900 او يمكن هاي الكيلو جرام وزني شو صار. بينقص الوزن تعرفوا ليش؟ لانه عم يطلع برا. هلا لا بجيب هاي بدفش هلا قدام خليت فش هلا قدام خليته 99 صار 100 نقص ابو 300. طبعا هون اذا انتبهت تطلع حتى لو ما انا مدخول بيتمدد. شوف انتبهوا هذا انتبهوا ولا ما عم تنتبهوا عليه شلون؟ شوف انتبهوا انتبهوا على الجبل ولا لا لو تلتين ما شوفوا هذا مرينا من فوقه. خلينا نفكر شوي دولاب شايفين شلون عم بنكسر الجبل. هذا الشيء بساعدنا كمان على فكرة. هاي الشغلات اللي انا بسويها في بالواقع يعني نفسها تماما في ناس عم بتسويها تماما، يعني انه لا تفكروا انه بس باللعبة هذا موجود في شيء هيك موجود عندهم اياه بالسنة. هو مو هلق اخر ربيع يمكن بيسووه، وفي مادة هيك في شغلة بتنزرع خاص ناس بشان هيك شيء. هو مرة شفته انا سويته صرت ازرع وعملته بس بعدين مهلك كثير، يعني هذا بده يكون 10 عم بيلعبوا سوا باللعبة يزبط معهم كثير، بس انا لحالي مش هيزبط معي ابدا لانه انا لحالي ما عم بلحق. انه في ناس لازم تحصد، في تركتورات لازم تمشي وراك، يعني في شغل كثير رح يصير. شوفوا هلا بنرجع نطلع الوزن، رجع 23 شلون هيك 700 سفي كمان وين راح؟ ما بعرف. المهم يعني كان هو شي 800 وشوي ما، بس في نقصة 1% ليش؟ دحل يعني. هون اتوقع هي سويناها هيك رجعنا هيك لورا ما ظبط. شوف شو اسوي لكم انا هون هيك ثبت كمان سوي مثل بالواقع طيب هيك اشتغلوا بالش اسمه عشرناه. يلا تمام على كل انت تمام. خلينا نروح لما نجيب الثانية ونكمل لما اللي ضل وحوش ان شاء الله بالفيديو الجاي بنشوف شو بدنا نعمل ونكمل معاكم شغل. وطبعا بالقناة الثانية نسيت اقول لكم انه في العاب كثير جبتهم جدد، ان شاء الله راح نبلش نجربهم لعبة لعبة ونعطيكم راينا عنها ان شاء الله بتشوفوهم بالفيديوهات الجاية كلياتها. وهلا بدنا نروح نبلش نعمل اشياء. طبعا هي اكثر ماكينة بتعذب بتعرفوا ليش؟ شغلة كثير. انا بعد ما تخلص بدك تريد تلمون او شي مو دلك تلمون بدك تحط تجيب سيارة تمشي تشيلون مو تشيلون عفوا تحولون لبكر بعدين بتشيلون مو عفوا لبكر تحولون لبكر بتلفهم بسلوفان وبعدين بتجي تشيلون.
لكن كم مرة طلعت؟ هي صار هلا ما طلعت. والله هي تطلع اللي بعدها تكون عشب يعني واحدة بس. عشب لسه ما طلعت يعني ستنا بأولها عم نشتغل. معناته نشتغل باقي الأرض بنطلعنا أبو 10. تمام هيا خلصنا، هلا بدي اروح اجيب التريلا منلمهم وبيكون هون نهايه الفيديو. شكرا لكم، شكرا للمشاهده، وان شاء الله نتقابلنا بالفيديو الجاي بكره وبعد بكره. المهم لازم تكتبوا لنا افكار شو رح نعمل لما نخلص هاي السلسله او نخلص لما نبلش لعبه جديده، وشو رح نعمل باللعبه الجديده. يعني اذا عندكم اقتراحات، عندكم افكار شغلات، اكيد تشوفوا التريلرات تبع اللعبه، فقدموا لنا شويه اقتراحات، اعطوا لنا شويه افكار يعني نساعد في انشاء المحتوى. وانتوا بس اعطوني الافكار وانا عليه التنفيذ.